وبشأن الحقائب الوزارية لحكومة عبد المهدي، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. سيد مصطفى، مرحبا بكم. يعني بعد 8 أشهر من الصراع على الوزارات الشاغرة، البرلمان يصوت اليوم على وزيري الداخلية والدفاع، لكن هنا بماذا تفسر انتهاء أزمة الوزارات الشاغرة في هذا التوقيت تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. لم يكن ممكنا التصويت على هذه الحقائب الوزارية الثلاث وتحديدا وزارتي الدفاع والداخلية ما لم يهدد مقتدى الصدر، وهو الولي الفقيه الثاني في العراق بعد الولي الفقيه الأول علي السيستاني، ما لم يهدد باقتحام المنطقة الخضراء وتجييش بعض أو أعداد كبيرة من مناصريه ومن تياره ضد حكومة عادل عبد المهدي، وربما التهديد بإسقاطها أيضا. ومن هنا كان هذا الابتزاز الذي مارسه مقتدى الصدر هو الذي دفع بعادل عبد المهدي بتقديم مرشحيه إلى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس بهؤلاء الوزراء الثلاث، ولم تحصل الموافقة على وزارة التربية، على المرشحة لوزارة التربية. سيد مصطفى، هناك مساع داخل البرلمان لإقالة 5 من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، إلى أي مدى يمكن ربط هذه المساعي بانتهاء أزمة حقيبتي الدفاع والداخلية؟ النظام الذي أوجده الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك في العراق نظام قائم على الأزمات، فهو يتوالد أزمة من أزمة، وبالتالي كلما خرج من منعطف يدخل في منعطف أزمة أخرى. الآن إذا حصل هذا الأمر فهو نوع من الصراع السياسي بين أقطاب العملية السياسية الاحتلالية، حيث يجري التهديد بمساءلة الوزراء واستجوابهم وتقديم الاستقالات، ليس بناء على النجاح والفشل في البرنامج الوزاري وفي خطة الوزير المعني، ولكن في إطار الصراع بين أقطاب العملية السياسية. فكما قلنا، كلما تنتهي أزمة يدخلون البلاد في أزمة أخرى وصراع جديد، وبذلك يضمنون استمرار وجودهم في هذه المناصب واختلاسهم للمال العام وسرقتهم له، ويعني بعيدا عن مصالح المواطنين ومصالح الوطن. طيب، لكن أستاذ مصطفى، عبد المهدي وأيضا بقية الكتل السياسية زعموا أنهم لن يتدخلوا في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، ما الغرض من بقاء المحاصصة وهذه الطائفية في اختيار الوزراء سيد مصطفى؟ الكل يعلم بما فيهم أقطاب العملية السياسية، بل هم أول من يعلم أن النظام الذي يوجد في العراق أو الذي أوجد في العراق بعد احتلاله عام 2003 ونظام قائم على المحاصصة الطائفية والحزبية والسياسية والعرقية، وبالتالي لا يمكن أن يخرج أي تعيين سواء في المناصب الإدارية الوزارية المناصب الأمنية العسكرية بعيدا عن نظام المحاصصة هذا. يعني هم قبل أيام كان من المفترض أن يصوتوا على نحو 30 أو ربما أكثر من المدراء العامين والدرجات الخاصة الذين تم تقاسمهم حسب الأحزاب المشتركة في العملية السياسية الاحتلالية، سواء كانوا من سنة الاحتلال أو شيعة الاحتلال أو من أكراد الاحتلال. وهذا يؤكد أن النظام الذي يحكم العراق هو نظام محاصصي لا مجال فيه لديمقراطية مزعومة، بل هو نظام يجري توزيع الحصص فيه حسب الأحزاب المشتركة في البرنامج السياسي الاحتلالي. الذي حصل اليوم مسألة أكبر من هذا الحقيقة، أن كان خلال الفترة الماضية خلال السنوات الماضية وفي تشكيل الحكومات السابقة يجري تقاسم وزارتي الدفاع والداخلية
بين المكونين كما يسمونهم، وأنا أرفض هذه التسمية طبعا، نعم، مكوني السنة والشيعة من العرب في العراق. اليوم تم التصويت على وزيري الدفاع والداخلية وكلاهما من الطائفة الشيعية في العراق، العربية في العراق، ومع أنني أرفض تقييم وطنية وإخلاص وكفاءة المسؤول العراقي بشكل عام حسب مذهبه أو عرقه، لكن الذي جرى اليوم هو نوع آخر من الالتفاف على حتى نظام المحاصصة الطائفية ليحل محله نظام المحاصصة الحزبية بين أطراف وأقطاب العملية السياسية. طيب لم يرشح. نعم أستاذ مصطفى، ولكن هناك من يقول أو ربما يدعي، يقول بأن مبدأ المحاصصة الذي احتكم إليه البرلمان هو من أجل إنقاذ حكومة عبد المهدي من الانهيار، هل تتفق مع هكذا طرح؟ لا أتفق، بل أنا أؤكد على أن النظام الذي يجري العمل به منذ احتلال العراق عام 2003 هو نظام محاصصي. كل الأنظمة، كل الحكومات والتشكيلات الإدارية والأمنية والعسكرية التي جرت في العراق منذ 2003 ابتداء من تشكيلة مجلس الحكم المنحل وطنيا وأخلاقيا حتى حكومات علاوي والجعفري والمالكي بثورتيه ثم العبادي والآن عادل عبد المهدي، كلها تخضع لنظام المحاصصة. أما ما يقال من إنقاذ حكومة أو لجعلها تستمر في عملها وتنفيذ برنامجها فهذا ادعاء لا قيمة له، لأنه الجميع يعرف لولا المحاصصة لما جاء كل هؤلاء إلى الحكم. من إسطنبول لرئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.